اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الطاجين اللي طايب على الطنجره او القدره. كيجي كباب مخضور اللي راه معروف، وبالخصوص غادي نديرو لكم بالطريقه الفاسيه ديالي اللي كيجي رائع في مذاق لا يقاوم بالنسبه لواحد الحلق طبعا، ولكن بواحد الطريقه بلديه كطيب كيجي عاقد كيجي لذيذ. هادي تجربوه غادي يعجبكم ان شاء الله، كيجي في منتهى الروعه. معلك هانتوما كيفاش كتشوفوه، غادي نقدم لكم من الاول حتى الاخر حتى كيطيب. هذا كيدار في المناسبات الاعياد ديال العيد الكبير بديك اللحيمه ديال الغنمي اللي كنطيبو اللي كنديرو شي هوات منهم. دابا غادي يتابعوني ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم كباب مخضور اللي مازال ما منزله لكمش على القناه. هنا غادي نحتاجو هنا قطع ديال اللحم ديال الرجله اللي كتكون يعني الفخذ ديال الغنمي، ها هو هذا. عندي هنا تقريبا واحد ما عبرتوش، ولكن انا غادي نعطي عيني ميزاني تقدر تكون هنايا شي نص كيلو ولا فيه تفوق نص كيلو، يعني 500 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره ديال المعدنوس، معلقه كبيره ديال القزبر، كذلك عندي واحد جوج دروس ديال الثومه اللي غادي نحكوهم. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال السمن، وعندي كذلك هنايا الحار على حسب، او الفلفله السودانيه بودره على حسب نتوما واش تقدو عليها ولا لا. يعني ما كيجيش حار، هو كيعطي واحد النكهه خاصه ما بين السمن والحار. هنا عندنا معلقه صغيره عامره ديال الفلفله حمراء، كذلك عندنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، وعندنا هنايا الفلفل الاسود والابزار، وعندنا هنايا جوج بصيلات. دابا هنا اول حاجه غادي نبدا بها وهي غادي نقبض وغادي نشلط هاد البصله هادي اللي غادي نخلي وحده للطياب وحده غادي نشرمل بها. وعندنا هنايا الزعفران حر اولا نتوما على حساب الشعره اللي عندكم متوفر، هذاك غادي نخلطوه مع شويه د الماء من بعد عاد غادي نخدموه. هنا اول حاجه غادي ناخذوها هي غادي نضيفوا هاد العناصر هادي، غادي ناخذوا كل شيء منه شي كامل باش نخليوه فاش نجيو نطيبو. لقاو العطريه مازال عندنا هنايا الابزار غادي نديرو حتى هو كراليك هكا، اي حاجه منها نص نص بالنسبه للسودانيه غادي نديرها كلها بحال تدخل في اللحم. بالنسبه لهذا اللحم هذا كيمكن له يدخل تخليوه اما يبات اما تشرملو على تساع بجوج ساعات حتى ثلاثه، اولا الا كنتو زربانين نقدروه هي ساعه واحده كافيه. هنا غادي ناخذ القزبر والمعدنوس حتى هما غادي نفرملوهم ليهم باش كتدخل لهم ديك التتبيله صافي. هنا بالنسبه للزعفران شعره اللي هنا بودر غادي نقبضو غادي نديرو في كاس الماء. هنا غادي نشلط انا البصله، هنا غادي كي قلت ناخذ البصله اللي غادي ناخذ النص ديالها من بعد ما طحنتها شويه هكذا ونخليو وحيده اللي تطحنات. غادي نديرو بها ونديرو الملح، الملح اللي هاني انا هنايا راني دايراه تنظن راه تخوى مع العطريه. انا غادي ندير الملح هي واحد الرشيشه وغادي نذوق لا نكون غلط، اما جا تحت الابزار ولا درتو في لا ها هو هذا سمحوا لي، ها هو هذا من درتو فوق الثومه ما باليش مع التبصيل. غادي ندير دابا هنايا الملح اللي غادي يملح لينا هاد، وغادي نخليو هاد الحشوه هادي ولا هاد الغبن مثلا بحال كنقولوا كنتبلوا القطبان، ولكن القطبان انا ما كندير لهمش هاد العطريه هادي كلها، كندير الفلفله حمراء والابزار والسكينجبير صافي وشويه السودانيه تقريبا بحال بحال. الزيت من بعد حتى نجيو نطيبو عاد. دابا غادي نغطي عليه ونحطو في الثلاجة غادي تشرب فيه هاد العطرية هادي، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. هنا غادي ناخد ديك الماء غادي ندير فيه ديك الزعفران واحد شوية، وغادي نحركو صافي. هنا غادي
مع الثومه. هذا السمن وهذه الثومه اللي نوجدوها على ما يشرب لنا العطريه في ديك الثلاجه في ديك اللحيمه. صافي هما كلشي عندنا وجد والطبقي ديال العطريه اللي عندنا. صافي هنايا يعني بعد ما ترقد لنا اللحم في الثلاجه، دابا غادي خديت واحد الطنجره اللي غادي نضيف فيها زويته مخلطه ما بين بلديه ورميه باش ما يجيناش ميدم بزاف حيت الغنمي كاين فيه ليدام. غادي نضيف كذلك شويه ديال الروميه صافي. غادي نجهد لان الصوت كيجي في الكاميرا ديال البوطه. غادي نقبض ديك البصله غادي نضيفها كامله هنايا. غادي نحرك غادي نخليها تذبل شي شويه. هنا غادي نضيف اللحم وغادي نحرك. غادي نخليه يتشحر فهو كذلك. دابا غادي نقبض هذوك التوابل كاملين اللي درنا خليناهم غادي نضيفوهم كاملين بعد ما تشحرت لينا. وغادي نضيفو كذلك هاد الثومه والسمينه وغادي نضيفو كذلك هنايا واحد ديك الكاس ديال الزعفران وغادي نبقاو نحركو. صافي غادي نخليوه هكذا مجهدين العافيه عليه مزيان حتى يقبط الغليه ومن بعد غادي نزلو عليه العافيه ونخليوه يطيب على خاطرو. حسيتو به ان نشف لكم ومازال ما طابش كتحاولوا تزيدوا شي شويه الماء ماشي مشكل، ماشي القياس اللي عطيتكم هو اللي كاين. اللحم اللي كيكون طياب واللحم اللي ما تيكونش طياب. بالنسبه لبن اخوات اللي كيقولوا درنا اللحم في الفران وما طابناش بالطريقه اللي قلنا، ماشي في هذه الفيديوهات التاليين كاينين بالنسبه للكتف او الفخذ ولا شي حاجه، راه على حسب اللحم. الا كان طياب راه كيقبض دغيا دغيا طياب وكيطيب. كان شارف ويعني نتوما ما كتعرفوش ما بين اللحم اللي كيكون طايب ولا اللحم اللي كيكون صغير او اللي كيكون كبير، راه تقدر بان ما طيب لكمش اللحم وياخذ واحد الوقت طويل. حتى انا كنتعرض لهاد المسائل اللي هادي، كنحاول حتى كيطيب ليا كيدي لي وقت طويل، ولكن الا كان اللحم ديال العيد راه تيكون صغير واللحم ديال خلاص كتقولوا ديال التضحيه ديال 6 شهور راه كتكون عندها دائما اللحم فتي وطري ودغيا كيطيب ما كياخذ واحد الوقت طويل بزاف.
صافي هنايا غادي نخليها هو دابا دا الغليه بدات تهز فيه. شوف صافي كتشوف خليك ليلي هذا ماشي مرقوني صافي هانتوما شفتوا مره مره غادي نخليكم تطلعوا باش تشوفوا كيفاش داير. هانتوما انا كنقرب لكم غادي نخليوه على المهل كيطيب على خاطر حتى يطيب لنا ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما هنا فاش قلت لكم خصو يهز الغليه مزيان باش كيطلق داك اللحم داك الماء ديالو وداك البصله حتى هي كتطلق الماء ديالها. ومن بعد غادي نقللو دابا عليه ونخليوه على جنيب نقللو هكا العافيه ونخليوه يطيب حتى يتعلق لينا ويجي ملبي مزيان وان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالو. هنا مازال ما حليتش عليها نشوفها كيفاش. هانتوما شفتوا مازال الماء فيها. دابا غادي نخليها غادي تجمع راسها مزيان وتبقى غير ديك التغميره معلكه هكا كتبقاو معها غير بالمهل حتى كطيب لكم. صافي هنايا من بعد ما وقفت ليا المريقه وعقدات دابا غادي نقدمها في طبق التقديم ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هانتوما كتشوفوا هكذا كيجي معسل هذيك المريقه غادي نحاولوا اننا نخويوها كامله وما تيجيش فيه المرقه كيجي هكذا معلك. شوفوا هانتوما الدميعه كي كتجي فيه صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيف شفتوه من الاول حتى الاخر كيفاش كيجي كيجي رائع بحال هذا الشكل هكا مضغمر. كنتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. كنضرب لكم موعد مع وصفه جديده ومع حلقه جديده وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.